سبب تدهوري اقتصاديا نوميا هذا الرجل. انا لا والله يا حليل قهوه يا حليل، اليوم طفيت لك اللمبه فوق راسك وقلت لك نم يا ابو حور وريح. اول مره ثانيه طول عمر سلامه اشبع نوم. شبعت؟ اوف يا زين. الان انا مستعد. وانت راسك صغير، ها كبر راسك على طول يمتلك. بس حنا روسنا ابو محمد، روسنا كبرها كبرها مخدف يبيلها يوم كامل. كم ترقد في الديره؟ ما اعطاني منه نومه. ولد بالديره هنا اشبع نوم لو ما ابطي. بجيب مناديل هنا يا ولد مرلل. اما خالد، خالد سمي قلبي. انصدمت فيك امس. ليه؟ جيت وهو راقد يا ولد. ايوه ايوه. تدري ايش مسوي؟ عاضنا الوساده. خيال ايش ذاك؟ من الجوع يا لب قلبك، نايم على جوع. طيب في رمان في دولابك انت وذا ماخذين رمان الناضج كله. والله ما عندي رمان ولا اكلت رمان ولا دريت عنه. يا رجل انت مو انت غلط. والله ما شفت، والله ما شفت والله ما شفت اللي دخل يده كذا في الدولاب. إيه؟ من يطيح اللي في الدولاب كله من يدخل الكراتين. هذا منو؟ يا ولد تبغى تروح السوق؟ إيه؟ ما عليك دولاب ذا، ما عليك من هذا. حتى الفلفل الرومي بدرجه. ابغى حصه فلفل رومي بدرجه. مطبخ ابغى سالفه قصه عشان ابو منيره. تبغى احكي لك حكايه؟ شغلات من المسجد. لا يا اخي ابغى المسجد. اسمع، الفلفل الرومي بدرجه هاي. وذا تلقى طماط وفلفل وجزر وخيار. تدري ليه؟ كشنه. تدري ليه؟ سم. ليه؟ لانك انت الان سوي كشنه وسوي بصل وسوي زيت كلها جمعها كلها برا بعض كل شيء يصير هنا. واشرب براه الزيت. لا 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 بدون شيء. الزيت ذا سبب والله اني اكرهه. يا ولد في ناس من الشباب جبوا يا اخي يا رب خلي يجيب لي مناديل. انا مزكت. انا فار تجارب ولا ايش؟ العيش اللي ما بها زيت ما بطلع. لا اله الله. هذا يابس تقول تراب يا رب لك الحمد. الله يرحمك يا يدي سعيد. لا قد هو ياكل. هو يعنى من سعيد. والله انه صاد مقرن من نسل. تدري سعيد ولا سعيد لو عاش اسبوع بعد كان سوى مثل هتلر. يقول الله يرحمه. الظاهر انه خذ حسنات من هذا. ما ذبح سعيد الا هذا. اي والله ولدي رم. انا مره تبي الدليل؟ تبي الدليل؟ قبل ما يموت وش اعطيته؟ أعطيته أنت؟ اسمع أعطيته مشروبات الطاقة كلها يسميها ليمون. قبل ما يموت يمكن من الساعة. انتبهوا. بعد 20 دقيقة رفعنا لعبة العنبر. لعبة شو؟ لعبة العنبر. لعبة أبو حور ما فيها إلا صقع. عنبر؟ عنبر ما فيها إلا صقع. ما اللي ينثر نخاعة الثاني أول؟ ضرب في الراس. إي اللي ينثر نخاعة الأول الثاني هو الفايز. ما العماني ذا والله ما هو بصاحي. صح ما العماني ذا انا رافض اني العب معه. ايش لعبه العنبر؟ ما عنده مشكله بيفجر راسي جاي السلامه. مثل اللعبه اللي لعبناها ذاك اليوم بحصه؟ اي نفسها بس هذه تعبي رمل. هذه لعبه جابر. في عماني. زي اللوز. جدي سعيد ابغى انزله مستشفى عسير، عنده مراجعه في حلقه. منو جدك؟ اي والله. وثاري هوم. ها طبعا جدي في عاده يخلي العصا كذا هو في السياره. قلت يا جد خلي العصا. الله اكبر. كلها قلت خلي العصا على الطبلون. قال اقول ما عليك اخاف تضيع. قلت يا ابن الحلال خلي العصا على الطبلون. قال لا، اثاري هوم مسوي مطبات في المسجد. توهم سووها الفجر. ايه. احنا نازلين الصبح. وجيك مثل الصاروخ. ما في لا وش الاول مطب والعصا الجدي هنا اهو ويوم ضربنا المطب قال طعنتني وقف. طبعا ما يشوفه يشوفه شوي. والله انت نزلني هنا. والله يا ابن الحلال من اللي بيطلعه؟ ما في حد الصباح بيطلع. والله عوده وقف. وين راح العصا؟ دخل بس ضربه هنا. بس ضربه ضربه بغى يقول طعنتني شلون دخلت هنا. والله صدق هذا اللي متوفي. الله والله والله واوقفه يقول بالله طعنتني طعنتني طعنتني. يلا يا رب لا تنقذني يا حلام يا شباب. مسرع. ايه والله مسرع. لا لا مسرع. خليك اسال بعد واضح من كيسك. والله يطول يضحك وهو نايم. والله انا ما جاك. والله طلع طلع من السلام يا ولد. ابوي بيرصعني يقول وين جدك؟ طبعا جدي من الممتلكات النادره لابوي لازم يرجع بدري البيت. المهم واجي طيب السلامه واروح لهناك واتلثم واجي. السلام عليكم.
قال عليكم السلام، وين تبي؟ قال أبى أطلع الديرة. وين ديرتك؟ قال تمنية. تركها بركب يوم ركبت. وش عندك يا شايب؟ قال معي ولد، ولد اللي يقول يا الله إن الله ولا بقى دعوة. زين أني ركبته معي، جابها من 1406 وجاي. مرحبا مرحبا. يوم قلت عند البيت، قال وقفني هنا عند بيتنا، هو مذن مسجده بعيد. يوم فني يقول كذا، هو ما معلعين، قال جعل لك بندق، جعل لك بندق أم خمسة. عرفني. شوف يبغى يغبرني سوى، أبغى يتغدى معنا. قال والله أنا أروح أصلي. ما يمكن نعم نصلي. الله يستر. مع السلامة. الله يرحمه. درب السلامة. كان يوم طراه، يوم كان يلاقده يأكل، ما يقول مثلا تحس يا ولد حتى لو انت لهنا، والله لو انك شبعان تبغى تاكل لهم الزاد يقدرونه يا ولد. سبحان الله. لا لا كلهم الكبار هاللون اكلها مو صاد بحور. صح يا الله ياكل يا لا. احنا اعوذ بالله تقول فرامة تقول اي والله تقول فرامة يا رجال. ما اذبح ما اذبح الا ذا. قال اعطني عصير ليمون، اعطاهم شرب طاقه. قال ما نامك والله. قال الحمام. قال ايش تبغى؟ قال طلعني الديره، نبغى نشوف البلاد، ساعدني في الليل. كيف الوضع يا ابو؟ كيف وضعك؟ يقول جدي سعيد بس الله يرحمه مات شبعة. اقول مات فل. اقول الله يرحمه مات متبهذل من هذا. وين هو؟ والله العظيم يا رجال اني ما قد يعني الاثنين اللي فقدتهم في حياتي جدي جدتي يا اخي. والله يا رب كانوا يتخاصمون، عرفت؟ ويجي على العشاء وهم سوا. الله يرحمه. سبحان الله. الله يرحمه. الله يرحمه. تدري ان جدتي ابوي كبير سن، وجدتي ان قد هي عجوز ذيك الايام قبل لا تموت، ان اذا طول برا انها ما تذوق النوم. والله 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 انها قاعده. طبعا عندنا كنب في المجلس والطيق على الشارع، فيه حوش كبير والشارع تسمع الصوت، انها تجلس على مركب. والله العظيم انها كذا لين يجي يا جده ارقدي ارقدي. قالت لا ما معي الا ذا الولد. ما طبعا هو وحيدها، ما عندي اعمام، عندي عبد العزيز. زوجها هو ولا لا؟ زوجها ولدها توجد وجعت. ايش تقول؟ اقول وضع كيف ولدها؟ انت عاني من صوت؟ لا ما عاني من شيء، بس انت انا الان اللي جاء في بالي ان جددك كنت تقول جدك يعني. قلت هذا لا جد ما في عندنا الحب ذا، ما في محبه. ليه ما في محبه من بعيد؟ ربي غمزات كذا. لا يا اخي لا لا والله انا صدق ما فاهم. لا تنتظر ولدها يعني؟ ولدها اللي هو وليه ما تنتظر اللي هو ابو هذا؟ فجاء ابوي بعدها يوم توفت ينتظرني. بس الفرق بين جدتي انتظار جدتي وانتظار والدي حاجه. ان جدتي تنتظره وفي يدها ريحان. يلا هو هذا خيزران والله. وابوي ينتظرني وفي يده قمطه حديد، القمطه حقت الصبات عرفتها. وابوي ما يوقف لين اقول له كلمه. يا ولد يقول ابغى انهيك، لكن انا تايوتا ضد الكذا. ابو محمد على خفيف، خصم خفيف. لا بس دغدغ قلبك بس الخصم. ما تثر ما تثر كذا 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 بس. مره بس خفيف. مره ابوه حشره في زاويه. ايش دريكت معهم؟ هل لو كلها عندي. ايوه حشره في زاويه يا ضربه ضرب. هذا عاد فكر تفكير، احنا نبغى ينحاش بس بعد عرف سوى نفسه ميت. ولد اشرب. ايش فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. يوم انا ابغى بس ثانيه. تبي يوخر بس؟ ابغى ثانيه يفتح الطريق. قد رسمت كل شيء، قد الطريق جاهز. يوم راس من الكروك. شهد لا اله الا الله. شفت الصابونه؟ ما هي الصابونه؟ انهزم انهزم يا عين ابوي. لا بالله هلا بواجه القوم. وعد ذاك على خير. والله ان الضرب انه يعطي الانسان باور. والله انه كان فيه تربيه. الضرب كان فيه تربيه. لا ما اعرف وضعك. الوضع الحين تغير. انا والله بابته. لكن شوف الان اجيت تلعب طايره. والله العظيم لا ضربك ضرب الباب زي اللهب. زي اللهب رشه خفيف. احبي لك ابو فجر عاد كذا بس انه يلمس قلبك شويه دغدغه. لا شعله هذه بسيطه. اي هذا على تدري وش المصيبه؟
ان الحين لا ضربه ابوه ولا ضربته امه، ضرب الباب وغاب يوم ويومين. أيه. ترى من العقوق، والله العلي العظيم عقوق. والله الواحد ينضرب وينجلد ويجلس. والله الوضع اول ما هو مثل الوضع ولد اول وين يروح اذا انضرب؟ اسمع ايوه كان الحين انضرب ويجلس عند هالباب 20 واحد يا اخي. لا وبالجهاز يطلب السياره ويمشي. أيه. لا وبالجهاز واستراحات 1000 استراحه تستقبل. ترى جاء ذاك يوم ضربني ابوي، الاستراحات مفتحه هذا المشكله. ابوي قال ذاك يوم ضربني عاد تعرف ضرب الشيبان كيف؟ ما في رحمة بذمة وضمير يضرب. ايه يضربك، لا يحس ان الضربة هذه موجعتك يرد يضربك وانت مستوجع وماكل هوا. اطلع برا البيت لا نشوفك عندي. عاد انا الحين دخيل الله ابيه يهدى بس. تدري ايش انا ابغيه يهدى؟ ابغيه يهدى بس. اطلع برا قلت ان شاء الله. قالوا بعد تطلع من البيت قاب يقول اطلع خذ كذا. طيب جيل الله وكيلك ما يدري ان ضرب الام والابو انها من خوف عليه والله احس انها عداوه. والله العظيم ان الحين ايام اذكر ايام يوم يضربونا الاول لذه يا اخي. أيوة. والله ان ابوي يضربني وان علي عوالي ذولا علي حور وفاطمه ومتزوج ومستقل ما شاء الله. وش اللي ما شاء الله؟ يقول ابوي يضربني ولا ما شاء الله؟ لا ما هو ضربه. لا هذه فوارة منك. لا بعلمك كيف الطريق، طريقة ضرب ابوي مثلا الحين في مشوار. صادق انا. لا ما تكبرت ما تعقل مع الناس انت. لا ابوي عماته شيء، لا تلمس الجوال وانت في السيارة. وانا ابغى اصور سناب اعلمهم ان اخوتنا كفو واني احبه. طبعا هو احب الناس والى وصلت الله يطول بعمرك. كمل وصلت. جيت فابغى اصوره ضرب ابوي كذا. طبعا على وجه على شيء ما يهتم وانت تسوق لها لذة. انت شفت البنج هذا وانت تسوق ها؟ تدري انا ضربت منها الله يرحمه مرة واحدة. كنت بروح المطعم، كنت صغير بروح المطعم يروحون بالسيارة، السيارة كانت لها لذة تركب الموتور تروح مع اخوك صح اوف تركب قدام ما حد قد في جيبك فصل خصوصا ما في احد يركب معك قدام انت معه. اخوي هدار الله يطول بعمره فرفض قال ما تروح ما انت برايح معي. قالوا كاد معه موتر جديد كان يقول هدار يقول لا ما تروح. وانا ازعل وانا اجلس ابوي عاد ردني قال اجلس ما انت برايح الله يرحمه. وانا اجلس هم بس جابوا العشاء بيرضون يقولون شيل الصحن معك. صحون شاورما كانت بش لها طعم. وانا صغير وانا اضرب بالصحن في يدي زعلان انكفت النعمه اثر ضربته لي من زعل عشان النعمه. والله اخذت لي مخمس اليوم وكذا اذكره. لكن تربيه عرفت ايش قدر النعمه الان خلاص هذه النعمه لا تلعب فيها لا تحذفها لا فكانت تربيه. الحين الله وكيلك الجوال ربي الجوال الكف اللي يجيك تحت اذنك تسمع العصافير جوا تدري ان عصافير. اثبتت الدراسات العلميه بقوانين في دول عظمى بان الملماخ الكف تحت الأذن الوسطى ينشط 36 مليون خلية خاملة. سلام. أجل خلايا بالشركة. أجل يوم صفق يا ولد. أجل يوم صفق من تحت. والله أنا من كيسة. كل واحد الحين. بحور ترى قد يسبب الوفاة. بزة. الكف هذا اللي تحت الأذن. من هذه الغاضية. من بعض المرات يستاهلون. في ناس ما تضرب هنا وتوفوا. حلو والله العيل. اسمع يا عزاء يبغى الناس تصقع. الله ياخذكم جميعا من نجاح. امين. الله هذا ولا عندنا طال عمرك. انا ودي اسمع هذا يتكلم بلهجه اهل الشيوخ. اسمع الحين في شيبان عندنا اثنين. اسمع انا ودي اقول لكم محمد اللي اقول لكم ما نقول اقول وسلم عليكم كلكم كلكم من لكم للكم. شيبان اثنين اخوان لهزاع. حلو. شيبان اثنين اخوان عندنا بحايل هم يحتون بالضرب وما الضرب للشيبان الاولين كلهم مصابين. واحد هذا الشيبان يده من هنا محترقه والشايب الثاني ما يشوف. يلا شوف طريقه يلا تحرك. انا امون على اللي محترقة يده عادي سولف معه. قلت هالحرق هذا يا ولد وش اللي بدك؟ ما هو مثل لا. وش اللي صاير عندك؟ قال ابوي الله يرحمه يوم احنا بدو لنا بيوت شعر اول عنده رجال ضيوف وانا ابكي داخل عند امي ما جاز له الصوت. قام شاهي تبي؟ اي والله. وقام ودخل بالرفه داخل ومسك رجله وقرطه من ورا الرواق. اي والله والله نحل هو صغير كيف صغير كيف قرطه؟ قرطه خذاه بس انه يبتي
كذا وقرطه من ورا يعني احذفه قرطه عندنا اي احذفه يوم احذفه فيه نار برا ويدو على النار الغيد لو سياح وقال للمرة قال والله انت طالق اذا قمت يم خيتي ليه ما يمشون ضيوف والولد الثاني ايش عمل بضربه مع راسه من هنا بلقناه ونحاش الوغد بلاش وشو قناه حديده يعني. حديده لا قناه العصا هذا اصلا بس احنا نسميه قناه اللي له راس سبيستو اللي له راس من فوق حلو كبير القناه عجره لا اكبر من العجره اي بس انا نفسه اضربه مع راسه من هنا ونحاش الوغد مع النفوس وعلى كالنحشه ولا الحين هو شايب ويراجع بالهند يقول عندك عروق ميته وخلايا ميته وشو اللي جايك جايك ضربه قويه قال بلاك ما تدرون وشو اللي جايك شوف لا حول ولا قوه بعض الشيبان يخرع ضرب جامد مره نلعب بعضها ما بقلب راح زين في ضرب شيء ولد مره نلعب في البيت عندي عمي عايض اكبر عماني الله يطول عمره سلام كان راجع من السفارة او مسوي عمليه هنا في البيت في غرفته حاطين له ورد في الغرفة غرفته في البيت وانا محمد ولد عمي نلعب يا اخي ما ادري ايش سوينا ونلقط في ولاع حق الماء ونلقطها تعال تعال محمد تعال تعال ندخل غرفة عمي عمي هذا اكبر واحد ولا يمزح معك كان شباب يعني مو بشايب ذيك الايام عاد شباب ايه ونجي يا ولد ونشب الورد في الغرفة كله بالورد اليوم قب الورد وقبت الغرفة كاملة ما دام حق من طلع من المستشفى ما ادري راجع من السفر عمي عاي ونروح نزبل خليته شغال الا تقعد الحقوا عليها عماني الباقي ذا وطفوها لكن من الخوف عرفت الزبلة اللي من الخوف قمطنا ما عاد طلعنا عاد عمي عاي كان يتلذذ بالضرب وشو خبر الواير حق التليفون الاول حق تليفون البيت اوه السلك يفصله من الجدار ويفصله من التليفون لفه ويجيك ها انت تشوف المنظر خلاص تضربك من مركب ما عاد تحترق يجيك زلطه مبكره يسوقنا سوق في ذاك الليل الله وكيلك ثاني يوم في المدرسه ما نقدر نحط ظهرنا على الكرسي عرفت القاده اللي كذا والله اني اشوف بعض الاطفال انه اذا شافوا ابوهن يقول كذا والله اي مش نجيب يقول كذا هذا خوف إيه لا هذه ما لا تعرف مشكله انا عندي حور اي حد في الحياه يضربها تجيني على طول انا ما اجيها ولا اقربها هذا الصح مسلم الرايات لامها هي اللي ودها تعلمها ود ما تعلمها تدري وش المشكله العصمه وش المشكله هزاع وش العصمه تدري وش المشكله المشكله إن في يدها بس والله ما اعلم اول طال عمرك يضربك عمك يضربك خالك يضربك هذا وهذا. حتى جارنا والله جارنا كان يضربونك وعادي ما يقول شيء ابوك صباح الخير جايين جايين كبسة حاشي عشان الرز ازيده ولا اقلله زوده لا تنقص زوده يلا والله وجهك انت من رب انت من رجال يضربون الواجب جارنا كان يضربنا جارك عمك زوده ايش كلهم يضربون لا لكن الحين ترك صاد انت يا عمو حقت العزبه والله العظيم اللي تقوم القيامه انت يا ابوه والله انت ابوه ابوه لا ابوه يضربه بس عمه والله العظيم والله ما يضرب واحد اقسم بالله يا بعضهم ابوه يضربه انه يرفع صوته على ابوه ولا يروح يشتكي لابوه انا اتكلم على وقت هذا ما تقدر تضرب داخل حتى لو هو على خطا هو ولد اخوك ولا ولد اختك ولا ما تقدر تضرب ترك صاد يضربه والله رسائل حتى ما يرسل لك بالواتساب شوف عبد الله جنيه عزبته عزبته عشان عطوا تجيك رسائل نصيه تهديد لا وش ليش ما يطلبوا تغير تغير الوضع تغير والله صحيح انفوس تغير والله ترك صار تضرب ولد اخوك يعني انا ابو غيرت يا ولد هذا ولدي ولعاب جاي من العيد جو رخيص ما غير يضرب في ذا يصقع في ذا والضيوف مهبلهم انا ما عاد لي سلطه على الولد لان ليش ما ربيته صح ما عاد لي سلطه عليه هو صغير يا ولد اقعد يجي يطق ابوه حتى الضيوف تتضايق وحتى الضيوف تتضايق فالضرب وسيله من الوسائل للتربيه عرفت ولكن ما هو بشكل مو الضرب لا لا يعني انا ابوي الله يرحمه ايش اسوي اول ابوي الله يرحمه ولا اخطينا ولا شيء دخ حطني جوا طال عمرك دخل علي ها وعضضني ثم عض كانها مزح اي عرفت انا بس مجرد اني دخلت بين رجول ابوي كذا عرفت هو حقطني كذا تمام أمانه في نفس الوقت أنا خايف داري إنه إيش؟ إنه زعلان إيه؟ بس كذا لكن أحيانا نجيب المطمة وإذا جبنا العيد خلاص ما عاد يشوف هو يفحم والله أنا ذاك اليوم راجفنا رجف أنا واثنين معنا من الخوف يعني سوينا مطمة ومن الخوف طب رحنا فوق البيت دخلنا في خزان البيت شفت الخزان؟ هذا المكان الوحيد مو بجاي فينا أبوي مو بجاي أبوي والله طبين في الخزان الحنفية وحنا نضحك في الخزان البيت وحنا نضحك وطلع الصوت سمي حنفية يعني
ويجي طال عمرك فوق والله ما شاء الله تبارك الله يرقى وقسم بالله من الخزان فوق انه ينطلنا نطل ونزل ونطلع في الحوش ودخل معنا واحد من الجيران ويمسكه اسمه صالح ويبقس صالح بقس العالم كله وقعد اربع ايام والله اني ساكن دمتي اربع ايام ما جيت البيت هي على حسب المطمه لكن فيه الحين ما تقدر تضرب الحين لو ضربت على طول يجيك طال عمرك رساله تهديد ما يرسلوا لك بالواتساب يرسلوا لك رساله نصيه اكيد عشان تنبه تواصل بسرعه يجي فيها تغيير تسليم لو تضرب احد يعني من عيال اخوك على طول هددوه ابو نهيان ليش تضرب ابو نهيان على اي اساس تضرب يا حبيبي تهديد ابو نهيان مشكله عندنا بعض الناس او الرجال اللي نقول هم ملتزمين على اساس انهم يعلموا عيالهم عدم الكذب عدم زي الله زي الناس لا كذا كذا دغدغه بسيطه كبريت دغدغه بسيطه يا حبيبي ما صار المهم على طار اقول لك هذه الضربه الاشياء عندنا بعض الرجال الملتزمين على اساس انهم ملتزمين يعني يبغوا عيالهم ما يكذبوا ما يسرقوا ما يسووا اغلاط صح ولا لا يعلم ولده على الخوف منه ما يخاف من ربه كيف اذا سوى غلط او كذب اكتشف انه كذب يضربه ضرب للعنه ضرب ضرب المشكله ايش تصير انه الولد ما راح يكذب قدام ابوه ولكن ورا ابوه يا ما شفنا ناس كثير والله شفنا ناس قدام ابوه صادق والله صادق ملاك وما يكذب وكل شيء يقول الصدق ولكن من ورا ابوه يكذب ويسوي البلاوي كلها ليش تعلمه كذا السبب ايش السبب الضرب والله العظيم والله يا ربع والله وثم والله اني ما حلفت مع ذاك اني ما اذكر يوم ابوي ضربني والله العظيم من يوم حتى لو انك جايب صار في العقل الى الحين ما اذكر ان ابوي ضربني اكثر شيء امي تضربني لانك عاقل يعني ها لانك ما عاقل لا اسوي اغلاط لكن ابوي يناديني تضربك امك بالله لا امي تضربني اكثر شلون بالله وسائل الضرب امي كف. والله شوف ضربتني مراتب عسو تعرف العسو هذا مال النخل اللي يدعي النخل العسو ها عسبان ايه ضربت مره واحده العسو اذكرها يلا مره واحده عطنا عشوان ومره واحده لداها الطايره نعاض شقو ومره واحده عضتني في اذني والله اذكرني عضتني لما بكيت ورقت والله العظيم اول لكن ابوي ابدا ما ضربني والله ابوي ما ضربني اول اذا ما نمنا ابوي بس على طار ابوي بس اسمح لي بحصه على طار ابوي تعرف ايش يسوي اذا سويت غلط والله العظيم ايش يقول لي تعال يا جابر ويكلمني كان ابن صغير كان يعني عيال كبير من رجل لرجل هو اكبر عني ابوي الحين عمره في الثمانية ترى ما في شيء تدري يا شباب انا احس ان كل عائله يا الاب شديد الام رخيه يا تلاقي الام شديده الاب مرخي لازم كذا اما كلهم شديدين ما بتمشي الامور وانتبه في حاجه خطيره انتبه تكسر كلام ام الولد قدامه نعم خلاص تروح الهيبه هيبه المراه بعد تضيع هيبه الام لو انها مثل روحها مصيبه وانا علمك لا ترخي ولا تشد صح ادق ولا تشد قبل شوي وش كنت تقول شو اسمه بعض العيال تلقى سبحان الله صار بالمجلس يطمر على ذا ويتكلم على تمرد الاطفال هذا تدري هذا سببه وشو انه ام الولد او ابو الولد إذا من ساروا بالبيت جالسين قال سو كذا أضرب أخوك قل كذا عرفت ما ينهاو إذا شافوا سوى غلط ما ينهاو لا شفته سوى غلط قل لا عيب ما يصلح كذا أذكر قصة لي مع أبوي الله يرحمه يسكن الجنة كنت في الابتدائي والله ما أدري أي مرحلة لكن كان عندي عيال الجيران قالوا إحنا كان أبوي ينزلني قبل المدرسة ويخليني أمر البقالة أشتري لي عصير وبعدين أروح أدخل أروح المدرسة كمل على رجولي أقابل العيال أسلم عليهم بالابتدائي الجو مخيس ذاك ايوه المهم كان فيه معنا شله في المدرسه جو ماكو اذا نزلهم بحور الصبح اذا نزلوا ما ينحاشون ما يداوموا وانا اول يوم لي اي في ابتدائي والله والمهم اقرر معهم انه اول يوم هذا بجرب النحش اسوي معهم مبادره اي قالوا نشتري عصيرات ومعصرات نروح نتكي في بيت واحد من العيال ونسوي مبادره المهم المهم ومعهم واصبر ونشتري من مقاضي ونروح نقعد في البراحة لين واحد من العيال ابوه داوم ونروح نتكي عندهم في البيت في الحوش لين الظهر المهم اتربوي درني انحشت ذاك اليوم راقبني يوم نزلني ودرى ولا وتركني خلاني وارجع ذاك اليوم ابوي والله ما ادري وش صار في شيء ضايقه الظهر يا الاكل في شيء ضايقه المهم وشافني انا مبسوط ومستانس المهم قال اقعد يا ولد سوي كذا المهم ويقرصني ذيك القرصه والله العظيم انه ما قال لي ليش تنحاش
جابها اني حتى الطريقه نسيتها، جابها بطريقه مغلفه. يا سلام. انك رحت وسويت، اقسم بالله يا عيال بعدها ما اذكر اني انحشت الا بعد وفاه ابوي الله يرحمه. الله دام انه حي والله ما كررتها ولا انحشت من المدرسه، جابها بطريقه كذا انا خلاص خفت. يا اخي يا رجال ارسل لي وصل لي رساله وانا طفل. والله وجهك والله ان اكثر مكان انضربت فيه المدرسه. اكثر مكان انضرب من المدرسين، من ابوي، من الطلاب. كل اي حد فاضي تعال لا تطش روح. دقوا على ابوي قالوا تعال. الكلام هذا متى؟ في الثانويه. والله وجهك. اتصلوا على ابوي قالوا له تعال. ايش سواه؟ قال ابوي يجيكم ليش؟ احنا في الثانويه. والمشكلة عندي مدرس مصري اخصائي عبد الله. اخصائي ولا اخصائي اجتماعي؟ مصري معي من اول ابتدائي لين خلصت الثانوية وهو معي المصري هذا. فتدري ايش يعني؟ عارف هزاع، خصني في كل شيء صغير لكن الله يطرح فيه البركة ان شاء الله. قال تعال دق على ابوي المصري. ها؟ ما عليكم من قال ابوي ليك؟ لا والله. ابوي دقوا له يقول يا اخي خلهم يتصلون لي مره يتشكرون، خلهم يتصلون لي مره يقولون في شهاده تقدير الهزاء، كل يوم جايب لي مطمه. مصيبه. قال تعال. جا ابوي قال والله احنا عاد من كثر ما نهرب من المدرسه ايش سووا؟ حطوا على السور سياج. لا مو بسياج، حطوا خشب رفعوه. وقمت انا شو اسوي؟ اتسلق من الزاويه وادف الخشب لين يطيح. وعلى ذا الحال قاموا ايش سووا؟ حطوا اعمده حديد مثل هذه، جابوا الخشب ثبتوه في الحديد. ايش نسوي؟ نطلع من الاجرام نربطه في قلص حق المواتر، واخلي واحد من العيال يجي من وراء ويسحبه من الموتر يشل الحديده والخشب. قالوا لابوي تعال هزاع قاعد يفك الخشب. ابوي هزاع ما ابدا ما يسويها. قال طيب تعال. والله العظيم ويجي ابوي الربع يوقف في الساحة وانا هناك. قال عقبي هذاك من؟ اي والله السلوق الاطوق هو غيره قاعد على السور. والله يا جماعة اني اذكر اول ما طاحت وانزل ابغي اعلم العيال طاحت. قلت الساحة فاضية. شوف الابوي قلت طاحت. قال طاحت. من اللي يقول؟ ما قلت وايد. وش اقول؟ طاحت سبحان الله طاحت الحالة. طاحت هي خلاص. ما ادري كيف صارت. طاحت. بس على طاري التربية وذا انا اشوف في اشياء يعني مثلا سلوكيات اسماء ترى تأثر في التربية. مثل واحد مرة الحين سالفة. يا حبيبي بحاضر بحاضر شاهي. اسلم اسلم عبد الرحمن. على الطاري واحد الله يذكره بالخير كان يعلمنا، طبعا هو اخصائي نفسي وكذا، يقول جتني واحده تبغى نسوي برا ثاني تشتكي من ولدها. ولدها ذا تقول فيه شراسه شاهي ما هو زي الاطفال العاديين مريض ذا تقول ما خلاص شرس بشكل مو طبيعي. سمي ولد تقول درجة انه يعني نجلس في المسجد في اي مكان شرس بشكل مو طبيعي الولد هذا. وبقول لك ليش. هلا حباني ورحمه الله. هلا والله ادعس يا الكاجوال ادعس يا المهم يا تركش كافي يا طالع عمر السلامه. تعال تعال شوف تركش كافي اسلم. عشان ما تبي يمدح قال تركش كوي. اسلم اسلم بدي اخرب سالفتك. كنا في الموضوع اقول لك ان احيانا الاحداث او السلوكيات انها تاثر على الطفل. قال لي هذا مثل ايش؟ واحده اشتكت لاخصائي نفسي هذا يعلمنا براسه. اسلم يقول جتني هذه الحرمه تشتكي من ولدها انه مره مستفز بشكل مو طبيعي. تقول ادمي مو طبيعي يعني اذا جلسنا يناقز ويلعب ويخرب، رحنا عند الضيوف يلعب في كل شيء. سالها وسالها وكذا امور الطبيعيه. سالها سؤال يمكن ما يطرا على بال احد فينا. ايش توقع سالها؟ قولها مش ممكن. وين فلوس؟ لا لا قال سالها على الطفل سؤال للطفل حتى انا ما طرا على بالي. كم يتبول في اليوم؟ لا لا ليش لانه شرس؟ لا فيها في سؤال كذا. ليش لانه شرس؟ اي ليش انه شرس الولد؟ في سؤال. لا هو يبغى للحين يحلل شخصية الولد. سألها أسئلة من خلال السؤال هذا عرف الإجابة. وش التابع؟ ها؟ وش عرض الخط؟ لا وش التابع من أفلام؟ كم مرة هنضرب؟ لا باقي لسه باقي صغيرة. اللي ودى الطفل للدكتور من؟ أمه. أبوه موجود؟ أبوه موجود. أبوه مداوم. مداوم. سأل عن أبوه؟ سأل عن أبوه بس ما لا السؤال وش التابع؟ الأبو والأم؟
يعني تقاضر في البيت؟ شو اسمك؟ حلض. شو اسمك؟ قالوا شو اسم الولد؟ شو اسم الولد؟ سؤال غريب صح؟ ايش تتوقعون طلع اسم الولد؟ وش اسمه؟ اسمه أسد. أبوه مسمي الولد أسد. والولد نعم فالولد أخذ إيش؟ كل ما قال أبوه قم أضرب يلا أنت الأسد أنت مدري. فالولد جت فيه الغرائز هذه إنه خلاص كبر الولد وداخل في أولى ابتدائي وباقي ما يروح المدرسة اللي يجيب أم العيد. عرفت والله يجيب أم العيد يكسر يضرب المدرسين يطلع يعني آدم مو طبيعي. تدري ايش الحل؟ اخر حل وتوصلوا له سموه نوره خلاص غيروا اسمه مره غيروا اسمه قلت يسمونه نوره سموه عبد الله توقع او حاجه زي كذا. فالاسم ترى له دخل في ايش؟ هذا حتى اسم حتى الرسول خلت تصرفاته والتربيه. الرسول عليه الصلاه والسلام اضرب الرسول عليه الصلاه والسلام بس ما ادري عن صحه هذا الحديث لكن يستدل به يقول لأبنائك عليك ثلاثة حقوق. إيه من ضمنها الاسم. الاسم والنسب والتربية الصالحة. لا لأن الاسم يزرع يزرع الـ هذا هذا من حقوق الأبناء على الآباء. نسميه اسم حلو. هذا حق لك. ترى شفت ترى اسم الوالدين. اسم أسد ترى حلو يعني. تسمينه اسم حلو. ترى اسم أسد حلو يعني. من الحقوق التربية الصالحة والنسب والاسم. بس الاسم ترى اسد حلو بس الولد اسد حلو لكن أسد حلو. هي تربيه خطا. انا مره سيرت على خويي وعنده ولد خويي معرس وعنده ولد صغير مشخصك اليوم عزمهم على القهوه وانا ادخل عنده وانا اجلس ودخل الغيد علينا تقول فستق راسه وهلو صغير ويجي على طول راح لابوه يوم جابوه قلت انا خلوه يجي قال راح اتفل عليه انا ما سمعته انا ايش اتفل عليه ابوه هلا ابو اي هلا ابو ما شاء الله تبارك الله تربيه عادي هذا عوايد ما سمعته انا وجينا انا وغدا لا قط مر بعيني قلت يا الله انك تصلحه يا الله انك تصلحه يا الله السلامة اطلع هذه تعظم روح قل له هاللون روح اتفل عليه غلط والله ويا تمسك لغة كل من جاء قط والله صدق اي والله خطا يكبر ثم يدق وجهه ذا يكبر ويدق وجهه والله اني صادق أعطيك مايك أعطيك مايك أعطيك مايك تضارب ولدك صح لا الضاربة الله ياخذ وخليته يضربك مباشرة يقول جل إجابة شلون حسس انه هو قوي هذا غلط أجين عارف ليش أجين ما فهمت يعني مثلا بعض الاخوان انا ما فهمت شحلي من البدايه انا ما يعني مثلا اللبو عنده ولد صح أيوة. لا ايش يسوي ولده الصغير يضارب ولده الصغير يضاربه بس يخلي ولده الصغير يضربه يغلبه وبعضهم يحسبون ان هذا الصح عشان انه الولد يتشجع خطا اذا علمته انك تسكت عنه بكره بيضرب واحد بدون صدوص بيسكت ما بيتكلم ما يقدر صراحه لازم يدافع عن حقه لازم انت ضربه شويه يعني اذا تبى تداعبه ضربه فاهم علي علشان هي علشان يعرف يرد عن نفسه معلش بس بعلمك بالضريبه انا بنتي حور الله يصلحها ويصلح لنا ولكم ويرزقنا الذرية الصالحة لو تندبق بعض الاحيان ترجع عليهم بعض العزايم قد عيونها مليان تنبطحها ما ترد على احد هذه خطا لاني انا اوصيها لا تضربين احد لا كذا يعني ما احب العدوانيه حقت الورعي ذي والله ترى سبب مشاكل بين الاسر كم من اسر تقاطعوا عشان واحد طق راس واحد شاورا غازي انت كيف وضعك مع الطلاب يجيك اشكال مثلا زاحفه كذا قاعد تكسر امه وترك الطلاب والله ودني فوق البيض ودني يدرسني وش وضعه وش وضع الطلاب يعني جو ايش جوك انا معهم كويس اول اسبوعين واجهت مشاكل للي كل شوي وانا داقن على ويا مرطاس كل شوي وانا عند المدير اول شيء اي صفوف ثانوي لا لا ثانوي عاقلين ثانوي ترويج يا المشكلة متوسط اي هذا اللي في النص هو بالغ هذا المصايب جلس عندهم شهرين يلا انك تصلحه يا الله انك تصلحه والله يا حيوان اطبق عند المتوسط لا وفي لحظه يا ربع خلوا طلع نسمع طلع اجتهادات هناك طلعه غير لحظه يا شباب سلام اقول طبقت عند المتوسط شهرين عندي ماده لازم اطبقها عند المتوسط شهرين بس اقسم بالله درست سويتها يعني تدرسها ادرسهم ادرس معهم الفسحه واحيانا ارتبهم في الفسحه لاقيهم خارجين اقسم بالله العظيم انواع يعني كومبارس يا اخي غير فسحه ولا لا لا مدرس تطبيق 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 لما تدرس الامتياز تسمى الامتياز طلال
ترمي ترمي توصل انا طلال انا جلست عندهم ثلاث شهور مرشد اجتماعي. من انت؟ اعوذ بالله. متوسط يا اخي مشكله في علاقه يا اخي. الابتدائي تقدر تتفاهم، الثانوي تقدر يعني تفهم، المتوسط خلاص انا اللي ما فوق راسي. لا المتوسط يحس انه هو الملك العام. مرحله المراهقه بدايه المراهقه، فمرحله المراهقه يحاول يثبت انه هو عندنا على اساس انه طالعين منها خلاص. والله والله اني في المتوسط من قوه سبحان الله المراهقه هذه تخلي واحد ما يشوف شيء. اني قامز بعمري من ثاني دور عشان امتحدوني المدرسين، وكان اثري فيه موجه وفيه ناس لجنه كامله جايه من ابها، ما هي زي المدارس مفتوح من الوسط. هناط انا من الرف الثاني وندير هنا. ليش نطيت؟ عشان فيه فرش المسجد هنا، احسب انه اثر فيه صبه تحت الفرش. جلست اسبوع تقول داخل فيه كهرب فيه. يوم فك حوضك الرجال يبغى ينصح. كيف كيف يوم فك حوضك؟ وامشي اسبوع وانا كذا. ولا يفوت ابغى ارقد قبل النوم. يا الله انك يا الربع يا الربع. ودي اصدق ودي اصدق بس الطلاب اللي اثرهم مسيطرين على مدرسة وانا ما ادري. انتم كان عندكم طليبه كذا بعد؟ انا اول مره اسمع طليبه. لحبيش انا اول مره قاعد اسمع طليبه. كان عندنا دريسه كذا. اقول لك شيء، والله الدريسه اللي درس معها كذا. اموت على فتره اللحام هذه. حتى السويق هو يدرس الحين، يدرس ثاني ثانوي او ثالثه ثانوي. وجه تحيه ولا ما يحتاج؟ ريح طيب من هذا المنبر تحيه. لو انه بيزت فرصتك والله لا. وانا جاي للمدرسه اول اسبوعين عرفت الطلاب، عرفت الصاحي والمجنون والضعيف والقوي. طيب سالفتي ايش؟ اثر الطالب ذا جاء الفسحه ممنوع ان احد يدخن عندنا، ولا احد يجر ان يدخن. اثر الطالب ذا ما عليه من الطقشنه هو يدخن المره الاولى. وش اني انا ما كنت المشرف على الفسحه في مدرسته. احلى يا ثبات سيطر. هذا هذا مهجد الطلاب. اظهر فيه مدرس جاء وقال مسكه وجاء بياخذ منه الدخان وتلامخه المدرس. تعرف المدرس اذا دخل في مشكله مع الطلاب خلاص ضاعت هيبته. لو انضم لو انك اشجع واحد بيقوم عليك الطلاب كلهم اصلا ذلك. كاسرينك كاسرينك الهيبه طاحت. يجيك تجي اليوم الثاني مالك وجه، ما عاد لك نفس الدرس. والله فعلا المدرس هذا ما اخذ معنا اسبوع وراح. طيب جيت انا اليوم الثاني الا يدخل. وانت المشرف. يلا الدور. وانا من اليوم اصد عينه الا في وجهي ما عاد اقدر اصد عينه، والطلاب كلهم يعينون يبغوا يشوفون الموقف. وانا اجي عندي قلت الرجال ذول انت زايد عليهم، شوفهم كلهم ما يدخنون، بعضهم ممكن يدخن. العب معك انا قلت وانا ما ادخن ولا شيء، قلت انا ادخن بس احترم المكان اللي انا فيه. قال اقول سري سري. قلت سامحك الله وانا امشي. والله ما وصلت نص الفسحه بس نص الا اللي خامني من فوق يسلم على راسي. تالي الطالب ذا يصير افضل طالب عندك. والله اقوى تحيه لمقر هذا. تحيه للرب الاجتماعي. يعني انت ما شاء الله بسال وانا متى انتهي دوام المصنع. يا الربع يا الربع يا الربع متى انتهي دوام المصنع؟ ودي اصدق بس قويه قويه. شوف انت كويس انت كويس. ليه الختام الختام؟ لا 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 هو شوف 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 يا شباب يا شباب هو في حلقه مفقوده. بس طالب دائما من شبلي في كف شباب خمس في حلقه مفقوده. في حلقه مفقوده امي في حليانك يا طلال. سالفه تغازي فيها حلقه مفقوده ما بين يوم جاء وراح. ايوه في حلقه مفقوده حراتها الاخ ولا كيف يعني يوم جاء؟ ليش يوم جاء يوم راح؟ يوم جيت عند الطالب كلمته ويوم رحت كلمته صدمه الطلاب. لا لا في مخمس في منك له او من اهلك. لا خليك واحد رجال يضرب وينضرب عادي. انا يمكن ثالث ثانوي. انا علي زيد. خلنا نسمع نسمع ابو علي رجال. يمكن ثالث ثانوي يا طويل العمر حطوني رئيس في المدرسه. رئيس ايش؟ رئيس النظام. اوه دبوس. عاد انت ما شاء الله طويل. لا ننظم ال لا رئيس النظام هذا اللي ينظمهم في الفسحه. لا خلاص ايه نقرب المدرسين. واللي يهرب ولا شيء تصيده وكل شيء. شافوني طويل قالوا تصلح رئيس النظام. ما دروا اني دجه. خلنا اسمع عبد الله. خلاص؟ ما دروا عندي سالفه.
ودي اصدق بس باقي لا ما دخلت بدري بدري صبر استعجلت والله يا هذا الشيبان ما عاد فيه من شله 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 كرد كنت الى درجه اني استغل اني انا رئيس نظام حصص محضر الفسحه اروح البوفيه بس لا اقول اصيد ايش اصيد المهربين انت طالب ولا مدرس؟ لا هو صار طالب يا اخي هو في النظام مديرها مدير النظام مثلا يعني متعاون او انه راس كبير ايوه جاسوس لا مو شو وضعك متعاون ترى مدرسه ايش فيك؟ ايوه بالاخير ادش يمكن مدرسه في السنه ذيك مدرستنا غيروا المدير كله يمكن بسبتي والله صدق ما مزت خلصت السالفه ودي اصدق بس قويه يا نسوان مركز دخيل العود عندنا مدرس مفجر كان عندنا مدرس جاينا جديد اليوم المسكه على قويه جاي جديد في المدرسه وانا مكاني وين؟ في الزاويه ورا في الزاويه عشان اذا رقدت احط راسي على الجدار وانا وجاء المدرس ذاك جديد وحصته بارده شيء باردة صرت ثقافية أيوة بالضبط والله جابها قوية أنا شكلت أصدق بالضبط لازم تطلع تعتذر بعد والله أنا بالضبط الحصة كانت حصة ثقافية أي حصة ثقافية باردة حصته عادي قالك إن المدرس هذا بيغير جو رجعنا من عطلة الربيع ودخل علي هذا المدرس من يوم يجي نص الصف راد ما في الا ذاك المصري اللي قاعد قدام هو اللي مصحصح ما في اتفاق هذا اشطر واحد فيه ما في مبادرات دخل ما في فرق دعم ذيك الايام ما في فرق دعم وين رحت من الإجازة؟ ينشد الطلاب عرفت؟ تعرف الحركة هذه على أنه يعني في الشمندر بس يبيمون عليهم حركتهم وسخة مدرسين حركتهم وسخة ها حبيبي وين رحت في الإجازة؟ وين رحت؟ وينشد وين رحت؟ وش تبغي تصير بعد ما تخلص دراسة؟ جاني الدور وش تبغي تصير بعد ما تخلص دراسة؟ تبغى تصير شيخ أحسب الشيخ يأخذها بشهادة نفس وزير والله انك شيخ هو ابوك شيخ تبغى تصير شيخ اخرس اخرس ليه اخرس ما اشوفكش هنا ثاني وش ودي وش والحمد لله طال عمرك طلعت شيخ اخرج شيخ شيخ الا كراع على خفيف شيخ الا ربع شيخ الا ربع عرفته شيخ الا ربع لا ترى اذا طلعت الطالب برا الفصل استانس كذا الطلاب يتمردون عليه قل وقف انت عند مسرح عرفت اسمع شيخ والله ولد عرفت انا صرت شيخ الا ربع حقه غازي خلنا نسمع سالفه بحور انا والله العظيم انه كان يدرس كان يدرسنا واحد اسمه مصطفى المصري الله يذكره بالخير ويسر امره كنت ادعي فيه يا اخي اجلس يا اخي ما اعرف اني ابغى اوريكم كان يوقفني يلا يلا طيب ايش هذا يسوونه والله العظيم من هو سبب انت يا استاذ مصطفى قال خليك عندك يا حبيبي المشكله انه يصفق وجهك ويقول يا حبيبي خليك كذا ايوه المهم جاء الرجال يطلع من سلامته ودي اسوي له كارثه والله واجي يطلع من سلامه ذاك اليوم واخش الطباشير عبد السلام أربعة قوم يا حبيبي أبوك زي الكل طبعا هو أبوي يحبون بعض تعال خلصتوا انت من اليوم التاسع بغني لين يجيني توحد ويفكني في الاداء ما فهمت الرياضيات دي الرجال كيف يسوي والله العظيم طبعا عنده أربعة أو خمسة في الفصل دوافير يوجه الكلام كله للأربعة والخمسة بس سين اثنين أربعة وخمسة وستين قزري أربعة وستة وثلاثين يعني كام يجي ذاك الدفور يود حقدنا عليه أربعة أيوة أربعة الله عليك الله يوفقك أربعة بلد ويجعل لك بندو ويلا شغال رجال المهم يجي ذاك اليوم اسمع لا والله ما أقول ما أعرف ويجي ذاك اليوم إن الله سبحانه لكن شوف الظالم له يوم وإنه يلحم سيارته عنده التانكي حق البنزين في خرق توديه عند لحام بيبان ولا لحام سيارات والله على ما جاكم والله وين يوديه عند حلاق عند حلاق عند حداد اسمه ارشد حلاق جنب بيتنا لا ما على طاري حداد نزل مرات وامر من عندهم ابغى البقاله صاملين يودي حاط الماس في الجنط ويلا شغال مع بوكس قبل بوف وانا في البقاله
انفجرت ولا والله قد اشعلتها والله يطلع مس انفجر طبعا التانك ويجون العالم كلهم بسطل الطين يبون يطفون شو العالم معهم سطول بويتون صغار وانا معي سطل ما اوصل السيارة الا قد انفصل ظهري ابغى احثى وجهي كل مدرس ينشئ الطالب على انه يقود امه ما يقول منها عشان تنجح بغل. عاملني كرجل طيب عاملني كشخ راحت فيها من يوم احترق السيارة الرجال اختلف ولا عاد شفنا ودي يا صادق لا يبغى لنا شاهي يرجع تكفى الحين ثلاث سوالف لبحور لا ختامها كانت ودي اصدق يا شباب صدق والله هذه قصه صدقيه صدقيه لو انا صدقيه اللي اقول ودي اصدق بحور بس لا والله خلاص روح قول يلا هذه قصه لاخوي اخوي الاكبر عني بحور تقول اخوي الاكبر عمي اخوي الاكبر عمي تعرف يا اخي انت اصلا لا تقول قبل شوي تقول اخوي اللي اكبر عمي وش دخل عمك؟ اكبر عني اكبر عني مسامعك بدي اسمع الرجال عني اسلم يا يابي اكبر مني اجعلني فداك انا يمكن عندي اختلاف في اسمه المهم اخوي الاكبر مني جهز نفسك اخوي والله ثواني بعد وقف اخوي الاكبر ركزوا يا شباب اخوي الاكبر مني كان في الصف وكان هو ثالث ثانوي وكان يسوي ربشه كذا وازعاق هو لا اخوي كان يذاكر لانه كان مجتهد فيذاكر هو اخوي ما بدافر ولكن علشان يدخل الجامعه فيسوي ربش وحركات كذا كان عندنا معلم رسم من الجنسية ما بقول جنسية خاف يقول عنصرية بس هو يقول ايه ده ما عرفت انت ايه صح قوية لا صدق لا روسي من روسيا يقول ايه بس انه من اوروبا لا روسي ممكن تقرب عشان يقولوا عنصري ولا لا ما يقولوا عشان يا انا احس انه اوروبي عشان يقول عنصري والله صح ويك ويمسك اخوي هو عليه قثه يمسك زين المهم يمسك اخوي من هنا ويرفع فوق ويدق يقص عليه دار كذا هو قثه اخوي مثل جسمي وذاك قثه عملاق يمسك كذا ويعلق فوق وش سوى اخوي يا اخوي مسك من هنا بس اخوي بس مسك من هنا يدافع عن نفسه تبطل الزرار حقه وراح يشتكي ضربني بكاء صبقني واشتكى ويروح للمدير قال هذا ان هني ها قطع لي زراري ويجيك المدير لاخوي يقول له كيف تقطع زرار المعلم العسكري ويروح اخويه عصب اخوي بعد هو تعرف فوق المسك ضربه ضرب يروح اخوي سيد المستشفى ويقول لهم ان هذا الاستاذ ضربني هنا فيطلع هني ثلاث ضربات انا ضربته ما اذكر المهم طلع عن حرابيط في ظهره ويروح يشتكي للشرطه ويمسكوا ذاك المدرس وقالوا له تعال قالوا له انت الغلطان عليه سجن ها ضرب الحرابيط حرابيط هذاك الحمر حرابيط رسوم يعني كذا طلعوا شرابيط لا حرابيط واحد من ميل الطقيه المهم ويروح مسك قالوا تكملت القصة باكر عشان ما تقول صدق قوية ليش؟ علشان يعطيه 100% عطاه 100% في ماده وين يا صدق يقول انت قوية الله لا سالفة والله سالفة حلوة قال انتم ما مركزين معي لانكم تقولون ودي اصدق اعطنا نصيحة للمدرسين جيب نصيحة لا صدق المدرسين بيض الله وجهك المدرسين ناصر ويجمل الله خاطر لا شوف بالنسبة للمدرسين نبي ختامة كلام اوكي لا صراحة فهمت بالنسبة بختم سالفتي يا الربع خلوا ختم سالفته يا الربع
الربع لا 30 يوم يسلك اللاعب والله ما عاد في الا جاب بختم سالفتي زين بختم سالفتي يا اسلم ما انت لا ما اختمت ولا يا جاب والله اصلا اصبر زيد اصبر اصبر لا سعيد عندي بعد ختام للقصه عشان لازم تكون في عمل المهم يا شباب اهدم كذا بقى بخصوص 14 مره كله بالدين كمل جاب بخصوص المدرس خلوه يتكلم يا عيال اصبر بخصوص المدرس بخصوص المدرس بعضهم يشتكوا ان احنا الحين عندنا في عمان ممنوع الضرب الضرب ممنوع ضرب ما اعرف اذا انت اوكي فالضرب ممنوع فبعضهم يشتكي يقول لا اول من زمان الضرب مسموح وعشان كذا كان التعليم قوي لا تضرب مدرسة غلط فهذا شوف اللي يعتبر ان الضرب هو سبيل اللي يعتبر ان الضرب هو سبيل علشان التعليم فهذا غلط صح نحن ناس دخلنا الجامعة والله العظيم حتى واحد ما قال لنا ضرت اسمه ما تكلم علينا ولا حاجة ولكن كان التدريس عالي اللي تدريس صح لا يحتاج عصا ولا يحتاج يعني يرد على الطالب بس يدرس صح ويكون مع تعامل معه طيب يترك الضرب ان شاء الله يا جابر تدري ان المدرس الناجح اللي ما يعتبرونه الطلاب انه مدرسهم يعتبرون انه صح اخوهم الكبير صح, صح جدا كنا بديره والله صفقه على المبادره اللي قالها غازي كنا بديره غازي الذيابي كنا بديره احنا صدي صدي من هذا المنبر صل على النبي ارجع صل على النبي ارجع ابو قحط عنده مشاكل يرجع تكفى ونسمع كنا بديره في سالفه بديره 20 مره تكفى خلينا الله نحييهم يلا روح كنا بديره عندنا بديره ثنائي جبال وكان عندنا مدرس اثنين مدرسين ظاهر فرنسيين الظاهر وواحد برازيلي ودي اصدق بس قويه هيا من البدايه من البدايه من البدايه مصلعه مدرسين مو مدرسين يعني الرابع شيء نشواني يقول نشواني يقول انا اعلمكم بالسالفه كيف نصدق هذه بتكون بس اذا كانت صدق ولا ما تصدق اذا كانت صدق يا جابر مدرس برازيلي عشان البدنيه الرياضه يا اخي حطها في البدايه حطها في النهايه الزبده انا لا خلاص يا خلاص يا شباب الزبده انا الفرنسيين والله يضربونا يضربونا عود مسكناهم حين يوم من الايام وقلنا يا ولد انت قول له فينا قاعد تخبطونا صراحه ضعوف مسلمينهم صراحه ضعوف ارفع صوتك ضعوف وبدوا في الديره قاعد تضربونا يا ولد وانتم ما شاء الله فرنسيين وفاهمين عافيه اول ما زاد تضربونا ان شاء الله مثلا بس الله يطول بعمرك يا سعيد طول عمرك الله رايح الدوام الله وجهك ابو قحط الله يطول عمرك دوامي في الغربية في المنطقة الغربية الله يطول شو كيف بدك كيف يطلع دوامي في المنطقة الغربية الدوام حق ابو غربية وين المنطقة الغربية عندنا في الامارات اللي هي بدع زايد وليوة وغياثي ورايحوا معي واحد من الشباب يقال له عليس عليس ارفع صوتك هزاع اقول رايح الدواء رايح الدواء الضمان الضمان رايح الدوام وطالعين في الليل وخط الدوام مظلم خط الغربيه هذا اللي يطلعك من الامارات كانك تبي السعوديه وتبي تطلع من الامارات على نفس الخط في الليل حوالي الساعه 2 في الليل واسولف انا ورفيقي خط فاضي ما في الدرج الدرج اللي جنبي الدرج قويه يعني ضع مواد الدرج اللي جنبي على طول يعني وقاعدين نسوي الرخ ودوامنا متى الصبح الساعة 6 الفجر يبدأ الدوام والله جابها صح والساعة قد حوالي 2 في الليل وقابضين الخط وخط يمينك ويسارك ما في شيء عبق الصباح رملة طايح عبق الصباح يا لا زال بعد بدي ولا محركين الدوام على اول الخط يعني عادنا ما استنينا حوالي يمكن 60 كيلو 70 كيلو ماشي يا ربع يوم لمحت على يسار في ليت موتر في الرمله داخل وين ليت موتر في الرمله واقف المشكله خابر الجيعان هذه صبخه تعرفون الصبخه هلش اي صبخه قلت هذا لا كنا طايح في الصبخه هنا ويتوهق الرجال ما حد عنده واخذ اللفه اللي قدام لفه عاد شوي مسه واخذ اللفه ويعود وارد المكان انا خابره تبي تنزل عليه يعني اي اعرف ادله طريق اني اوصل له واروح وادخل عليه
إلين وصلته اللي هو يوكن أسود في الرملة يا رجي. أنا جاء في بالي خلاني أرجع إنه لا يكون طايح في الصبخة أثناء مغرس في الرملة. يوم جيت للموتر فيها أربع نسوان حريم قاعدين ورا عائلة. الموتر مبند لتاته شغالة ما حد معه مبند وش؟ طاقف ما في حد معهم يا ولد طالع كلمهم ولا واحدة فيهم تتكلم ما يردت ولا واحدة ردت خاف المشكلة الموتر طافي مغرز هو اللي. اي مغرز ما معنا بسم الله الرحمن الرحيم جن ولا انا ايش قلت قلت حق رفيقي قلت اسمع بركب الموتر بظهره بوقف بخليه يعتدل بنخليه بنحرك ولا بنقعد لين يجي حد قال رفيقي يلا فتحت الباب اللي قدام اشوف ما في مفتاح اكلم يا جماعه والعرب على الصامت ساكتين مجلدين تدري شيء مجلدين ساكتين خايفات اعوذ بالله وساعي ود صحوا ثنتين في الليل قال رفيقي قال يا ولد خلنا نتعود من الشرع ونمشي يمكن اللي معهم نزل راح يجيب احد قلت يا اخوي في تليفونات الابراج فل عندهم اي قال خلهم يا ولد قال خليهم شاركوا هدايه الله والرد الحين نبغي لنا لفه عشان نرجع على طريقنا مره ثانيه يوم رجعنا على خطنا يوم قدنا مرين على الشارع راجعين اللي هم يكبسوننا يدقوا اي يعطونا خليتوهن انتم شيء خليناهم ما تكلموا يصلح حي بس خطا كانهم شيء خايفات مسكين اللي هم يضربوننا ليه تكبيس حارقيننا بالليت قلت يا ولد هذا يكبسون الظاهر راعي الموتر عود عليهم نروح يلا ومسها يمكن حول 15 كيلو اللي رجعنا من اللفة مرة ثانية ورد يوم جينا عليهم هم كانوا أربع يوم جينا عندهم لقدهم ثلاث نسوان الرابع ما حد الموتر ما في حد يا رفيقي أثر ما في أثر عند الجيش يا ولد عندي قص تبي ننتعه يا ولد ننتعه ولا كلام ولا يتكلمون الحين المشكلة سألتهم المشكلة المشكلة أنا موتري معدل ومرتب البران والمقانيس والدنيا وظهر الكشاف عرفت هذا مليون شمعة قلت الرابعة ذي اللي معهم وين راحت واضرب في الأرض أبي أشوف أثرها يا جماعة الخير ما شفت لها أثر بالطول أحوس وأحوس وأحوس والسلام عليكم والله أني قاعد أكذب عليكم بس كذا والله اني قاعد اكذب عليك وين رابطك تكفو لا يحييك والله اني قاعد اكذب عليكم يا شباب بشرات عليك والله هذا انا سجمت يا ولد انا حسيت نفس الهرجه انا دخلت جو يا شباب خلص نلعب يلا جال لك والله قاعد اكذب عليكم جابر عنده لعبه يا رجال صلوا على النبي جابر عنده لعبه لعبة مرة مشهورة في عمان يقول تعالوا نبى نلعب سوا عفا يا شباب تعالوا كلكم يا شباب عشان نلعب بالله اعطوني خمس دقائق بس والله ما يصير يا شباب لان ابو حور راح يعدل الوضع اللي هو فيه بيجيكم بشكل ثاني خمس دقائق ونروح نلعب ان شاء الله يلا بروح اغير الكاركتر بيتغير شيء مو طبيعي الحين اضبط عادي نلعب بثيابنا عادي مسكتكم خط والله اني احسبهم يقولون كاركتر احسبهم يقول انا كلك كاركتر احسبهم يشبهوني الحين باللي في ابو حور الحين ضبط نعطيك ملابس عال العال عادي نلعب عادي واحدة بحب فوز شعر لأنه بحب ستايل